ترجل الفارس ليبقي في أثره العزة والعنفوان ورسالة المحبة والتكافل والسلام. بهذه الرؤية جاء حفل توزيع الهدايا والحقائب والمنح الدراسية للأيتام في منطقة حي نزال في العاصمة عمان. هذا التكريم اللي احنا فيه عن روح المحفور له الفنان الكبير العربي ياسر المصري يدل على انه الفنان الأردني يستحق هذا الحب وهذا الفناء وهذا العطاء من جمهوره وحبايبه. حتى الأيتام ترحموا على ياسر المصري. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وهي الجمعية الجميلة اللي حملت في هذا اليوم أن تحط اسم ياسر المصري بتوزيع الهدايا والحقائب على الأيتام. أتمنى من كل إنسان يحدو بحدهم للحب للخير لفعل الخير، لأنه كان المرحوم بحب الخير ومات وبعمل خير مع الناس. اليوم قمنا بمبادرة لتوزيع شنط وأدوات قصية وهدايا لأيتام والمحتاجين على الروح الفنان الكبير الفقيد الوطن ياسر المصري. الجهود المبذولة زرعت في أذهان وقلوب الأطفال حافزا ليكونوا بنات المستقبل المشرق بكل قوة واقتدار، وأن يحملوا ما استطاعوا من رسائل المحبة وعمل الخير التي كان ينشرها الراحل ياسر المصري. أنا أردنية، قالوا لي من وين يا بنت؟ قلت والنعم فيا، أنت أردني افتخر وارفع راسك وخلي زندك مشدود، أنت أردني أصله كرامة وجود، والأخلاق والشرف على الراس موجود، وانت غيرنا غير لأصلنا نعود. نشكر القائمين على هذه المبادرة عن روح المرحوم فنان ياسر المصري، وإن شاء الله سوف نكون بنات المستقبل. إحنا اليوم كتير مبسوطين على الهدايا اللي قدموا لنا إياها عن روح المرحوم ياسر المصري. الفنان ياسر المصري توفى وهو بيفعل الخير، وأنا من المعجبين بأعماله، وإن شاء الله رح نستمر في فعل الخير. سلام على روح فنان دعا للسلام، سلام على روح فنان رسم الشموخ والعزة. فإن ضمك تراب الأرض يا ياسر ميتا، فأنت في قلوب الأردنيين حيا.